دلوقتي مقادير المعمول على الشاشه، نبص عليه كده. انا حطيت بيكنج باودر على السميد الناعم بالشكل ده كده وقلبته. انا بحط شويه بيكنج باودر مع السميد اهو، ده سميد ناعم اللي هو السميد بتاع البسبوسه عشان تبقوا عارفين. حلو الكلام. ومعانا دقيق. لكل كوبايه سميد بياخدوا معلقتين دقيق حلوين كده، دول كفايه قوي. نبص على كحكة العيلة أخبارها إيه؟ اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي، كحكة العيلة تناديني. مقادير المعمول على الشاشة. المقادير على الشاشة بتاعت المعمول. حلو. كوب من السميد أو كوبايتين من السميد بياخدوا معلقتين من الدقيق، خميرة، بيكنج باودر. عايزة تحط مع عجينة المعمول أي ريحة كحك مفيش مشكلة. تحط شوية جنزبيل ماشي، تحط شوية هيل علوين زي ما أنت عايزة. هنعمله بالعجمية، نعمله بالتمر، أنا هعمل دلوقتي المعمول بالتمر، ومعانا التمر جاهز زي الفل أهوت، ونشوف إزاي نعمله في القوالب الحلوة بتاعتنا ويطلع مخبوز معاك وزي الفل. هنقلب دول مع بعض كده. دي سميد ناعم، خميرة، بيكنج باودر. السمنة البلدي أخبارها إيه؟ جاهزة. سخنة بتنادين اهي 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 اهي، خلي بالك دي سخنة اهي، نفس القصة اهي، شايفين الجو ده كده اهو، يا ويلي يا ويلي، ربنا يرحمنا منها، دي سخنة جدا خلي بالك اهو. يلا حلو ونقلب، اوعي ايه تنزلي بايدك، خلي بالك اهو، تقليبة كده اهو، ما عندكيش دي استخدمي معلقة خشبية اهو 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 اهو، وتبسبسيه زي الكسكسي كده. السميته الناعمه وتسيبيها تعيش شويه. المفروض نتكلم الصراحه يعني ان السمنه مع السميد ده تقعد ساعتين ثلاثه بعد ما نحط عليها السمنه البلدي ده ونسيبها، هتلاقي حبايه السميد دي اتحولت حبايه برغل وشربت سمنه كده وبقى زي الفل. كحكه العيله هي نفس مقادير الكحك. مع التفاصيل كلها المستكه، ودي لاول مره حصريا مع عجينه الكحك. شايفينها بعمل ايه؟ السميته الناعمه بتشرب السمنه البلدي. لغايه لما ايه؟ لسه سخنه؟ لسه سخنه. هعجنها بميه دافيه، يا نعم. زي مخلصين زي الفل تمام. انا بس عايز المعلومه توصل للساده المشاهدين. هننزل كده بالميه الدافيه. واعجن. على الشاشه. لمت العجينه زي الفل تمام، وسيبها كده سخنه. معلش انا هستحمل. والمقادير على الشاشه عينيا، والمقادير على على الهواء عشان الحاجه فوزيه، ربنا يديها الصحه يا رب. اي خدمه يا حاجه، ده احنا نجيب لك الكحك من القناه الاولى ونيجي لغايه عندك يا اختي، احنا خدنا كلنا كحك هنا والله، ربنا يكرمهم. شايفين ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الحلاوه دي؟ السيبيت اهي زي الفل اهي 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 اهي. والكحك كمان مقاديره على الشاشه. اي خدمه يا ست الكل. والقرص كمان يا استاذ رحاب، الله يرضيك عليك في طريقك. وهطلع كحكه العيله دلوقتي. شفت العجينه حلو قوي. تعالوا بقى نعمل واحده مع حضراتكم كده. زي الفل. نشيل ده كده. عايزين يا عم الشيف كحكايه حلوه، دي سمنه، هعمل حاجه حلوه كده هنا. شفت كده انا بعمل ايه؟ دول جايين لاول مره، والنبي يا استاذ شفيق بعد اذنك التركايه دي. ايوه هو ده. المعلومة الغير معلومة، لما تشتري دول لأول مرة شارياهم من وسط البلد، وزي ما قلت لحضراتكم بيجوا الأجانب والناس الطيبة تاخد الحاجة دي من عندنا وتبيعها بسعر الدولار بره، عشان تعرفوا الحرف اليدوية المصرية سعرها غالي. بتتاخديها بتحط عليها، أم علمتني كده أهو أهو، تحط عليها سمنة، السمنة دي تستخدمها تاني وتشيلها على جنب كده أهو، ونفس القصة هنا، دي انت البصمة نفسها بتشربيها سمنة كده. سمنة سخنة بقى، بس سخنة أفضل يعني. خلي بالك. كده البصمة جاهزة. أشيلها كده زي الفل وأخدهم وأروح عند الكحك. على فين يا عم الشيف أهو؟ ونجيب الصينية اللي هنغبس فيها الكحك. مع بعض واحدة واحدة. أو المعمول عموما يعني.